في موضوع آخر، عاد نجم كرة القدم الجزائرية الأخضر باللومي لوهران قادما من المغرب، رياضة المغربي ورئيس الجامعة الملكية المغربية، في إطار تعيين باللومي كسفير لملف ترشح المغرب لاحتضان مونديال 2026. باللومي أبدى انبهاره بالإمكانيات الكبيرة للمغرب التي تحوز حظوظا وفيرة للفوز بشرف احتضان المحفل العالمي، شاكرا الشعب المغربي على الاستقبال الكبير. التغطية لياسين راشي. يعني ما شاء الله، يعني الشعب شعبيه، السلطات، الشعب، خاصه الشعب اللي استقبلنا كما ذكرت لك فريمون، وشتنا واحد الامور يعني اللي يعني في الملف تاعهم، يعني ستان بيجو، يعني عندهم دي بيجو ماشي دي ستار بار اكزومبل. الحمد لله، يعني كنت رافقت الاخضر باللومي في السفريه نحو المغرب، والشعب كان يعني المغربي فرحان بزاف بتواجد الاخضر باللومي، وكذلك يعني فرحان بزاف بالموافقه تاع الدوله الجزائريه وعلى راسها فخامه رئيس الجمهوريه السيد عبد العزيز بوتفليقه، يعني اللي قبل يعني باش يكون باللومي ضمن اللاعبين الدوليين والنجوم العالميه والعربيه والافريقيه اللي يكونوا حاضرين ان شاء الله باش يدافعوا على ملف المغرب.